تعاقدنا لو موا ديسمبر مع تونيزي جيمنج سي ان نوفو سيكتور اللي دخلنا فيه احنا اون طونك اسبيرونس اون بارتناريا افيك تونيزي جيمنج جو بارل دو بارتناريا اي نون با دو سبونسورينغ سي بور لا سامبل ريزون سي مانيش عاطين سولمون دي سوبور دو كومينيكاسيون كيما وجود المريول هما موجودين في المريول لكن بخلاف هذاك احنا داخلين بار لو ديفلوبمون دو دو باري سبورتيف اترافير لوتيليزاسيون دي سوبور دو ليسبيرونس كيما الكارت وليدها الكارت بانكير وليدها وكيما البوس تراجي موبايل دونك الجماعه اللي يستعملوا لي سوبورتير نتاعنا اللي يستعملوا الكارت بانكير اي ريسواف ان بونوس ايميديا انستانتاني دو 20% صب 100 يلقى 120 دينار في نفس الوقت الكارت بانكير فات اتر ان سوبور pour faire le cash out اللي هو كي يربح الفلوس نتاع الباري سبورتيف الفلوس ديريكتومون تهب تتسبلو في الكارت نتاعو يمشي للبنك يجبدهم انستونتانيمون واللي يعمل الباري سبورتيف بالتراجي موبايل بال90 اي روسوا 15% دو بونوس دونك باش السوبورتير نتاعنا يقعد رابح اي سو ديستان بارابور او زوتر تراجي ستور هي عنصر من العناصر الفاعله في الاتفاقيه هذه كيفاش لي كارت دو شارج اللي باش يتباعوا باش يتباعوا في 40 نقطة بيع نتاع تراجي ستور وبالتالي أي كارت باش تتباع فما بورسنتاج يمشي للتراجي الأبيض التونسي دونك أنا نعمل على وعي الجمهور وسورتو لي باريور اللي عندنا في تونس فيكو عندنا مارشي كبير في تونس يوليو يلعبوا على السيت هذايا ويشريوا لي كارت دو ريشارج يقتنيهم من نقاط البيع نتاعنا الكل اللي موزعة من بنزرت البنكردي باش ترجع بالفايدة على جمعيتنا خاطر لوبجيكتيف التيم سي باش ندخلوا فلوس لجمعيتنا اترافير تراجي ستور تراجي موبيل تونيزي جيمنج أي حاجة نجموا ندخلوا بها فلوس نعاونوا في البيجي انويل مرحبا بها الاتفاقية هي اتفاقية شراكة نتاع وين وين غانيون غانيون ان شاء الله باش تكون على ثلاث سنين وان شاء الله تعاود تجدد مرة أخرى فما قسط كبير من الأرباح للترجي الرياضي التونسي باش تمشي من الكانيون تاع تونيزي جيمنج نسبة محترمة كبيرة باش تمشي للكاسة نتاع الترجي وان شاء الله نعاونوا على الجمهور نتاع ليسبيرونس اللي باش يولي يلعب في تونيزي جيمنج ويدز مع تونيزي جيمنج بيان سور خاطر كان باش يدز مع تونيزي جيمنج باش يدز مع جمعيته صفة قانونية 100% وديجا قلت لك على قانون المالية جديد في الرينو كل شيء امورها واضحه شركه العاب ريهان رياضي متعدد الاحتمالات على الخط تلعب على الانترنت على 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 الانترنت فيها ابليكاسيون كما تنجم فيرسيون موبيل فيرسيون ديسكتوب اللي هي الاورديناتور وابليكاسيون